الكفر يجوز للمسلم أن يرث الكافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين، فلا يجوز أن يرث الكافر من المسلم ولا أن يرث المسلم من الكافر، لا يجوز حقيقة. ويعني الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، الحارث أسد المحاسبي رحمه الله، من أتباع التابعين ومن الزهاد المعروفين، ينسبون إلى الصوفية وليس كذلك. كان أبوه قدريا، كان أبوه قدريا، وكان قد أعطي رحمه الله خصيصة أنه إذا قرب إليه طعام من حرام يتحرك إصبعه، يتحرك إصبعه علامة فلا يأكل منه. فكان أبوه قدريا، تعرفون القدرية فرق من فرق الضالة في مسائل العقيدة كثيرا. فلما مات أبوه ترك مالا كثيرا، فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين. الله تعالى أعلى وأعلم.